السلام عليكم، ايه الاخبار؟ معاكم باسم سعد من صفحه سؤال في المساحه. النهارده هنتكلم عن سؤال اتسالناه كتير، اللي هو اسرع طريقه لضبط جهاز الميزان بسهوله. تمام، هتتابع معايا واحده واحده كده. هنمسك الرجلين شبه المسكه الاعتياديه، تمام، من هنا اهو، وبعد كده هرمي رجلي الثالثه بسرعه قدام. تمام، الجهاز نزل، هثبت واحده، هثبت رجل، وهجيب الميه عليا، ويبقى معايا رجل متحركه. الرجل المتحركه دي هتتحكم معايا في الجهاز، سواء فوق او تحت او يمين او شمال. تمام، تاني فوق، تعالى كده، تعالى بص هنا يا استاذ احمد، على البابل، سواء فوق او تحت او يمين او شمال، يبقى الرجل دي ماسكه الجهاز كله. تمام، همسكها واحده واحده، احرك فوق وتحت ويمين وشمال لحد اما البابل يقرب من الوسط بتاعه. كده بكده تم ضبط الجهاز على طول. تمام، اهو ما في مشكله. تعالى بقى نجربها مره بسرعه. تمام، مره تاني بسرعه كده. نمسك الجهاز كده زي ما احنا شايفين، هنفتح الجهاز بارتفاع مناسب، نمسك الجهاز من رجلين بس، نمسك الجهاز كده نفوحه، نرمي الرجل دي. تمام، ونحط الجهاز على طول فوق وتحت ويمين وشمال اهي. طبعا ما تنساش ان انت تدوس على الرجول بتاعتك هناك. تمام، اهو كده كده الجهاز اتظبط على طول. تمام معايا؟ باذن الرحمن تراعي زي ما احنا قلنا، تدوس على الرجول دي لو كانت الارض رخوه شويه. وسيبك بقى، تعالى بقى هنتكلم عن جزئيه مهمه بقى، حته الناس بتعمل تشيك على الميه. المفروض يكون موزن محورين كده ويقوم جاي عامل كده عشان يعرف اذا كان في حاجه في المسامير او لا. تمام، الناس بتمسكه وتفضل تعمل الميزان كده ويقوم ساكت. طب انت عملت ايه كده جديد؟ ده هو الاصل او الاساس في الموضوع، ان انت توازين مسمارين، بعد ما توازين مسمارين او تقوم جاي عامل عمودي عليهم، تعرف البابل بتاعك وضعها ايه. تمام، ومعاكم باذن الرحمن في اي استفسار في الكومنتس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.